السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة النهاردة بعنوان الفيش باراسايتس. زي الإنسان، زي أي حيوان like humans and other animals, fish suffer from diseases and parasites. يعني كائن عادي جدا بيعاني من أمراض وبيعاني من طفيليات. All fish carry pathogen and parasites. Usually this is at some cost to the fish. If the cost is sufficiently high, يعني ده بيبقى على حساب، لو طالما السمكة دي بتحمل باثوجين وباراسايت، لو زاد قوي عن طاقة السمك وبقى high, then the impact can be characterized as a disease. يعني دايما احنا القاعدة اللي عارفينها ان الديزيز عبارة عن بالانس ما بين الباثوجين والحالة بتاعته، الحالة الصحية أو الحالة المناعية اللي الافكتد هوست. لو الحالة المناعية ضعيفة، الباثوجين هيبقى زيادة أو الباراسايت هيبقى زيادة، فبالتالي هيسبب لنا ديزيز. لو المناعة قلت أو الباثوجين زاد، فهنا بيحصل امبالانس، فبالتالي ده اللي بنسميه ديزيز. Parasites in fish are natural occurrence and common. يعني في الغالب الباراسايتس ديت مفيش سمكة خالية من الطفيليات. Almost all fish are potential host to a wide range of parasites. كل تقريبا معظم الأسماك بتحمل طفيل بشكل ما، سواء كان intermediate host أو final host أو external أو internal. When the population of fish parasite grows beyond a certain limit, it can be life threatening. لما الطفيليات دي بتزيد في العدد قوي، لان يعني لو الطفيل ده موجود في البطن وزاد قوي في العدد، ده معناه ان ممكن البطن مثلا ما عدناش نعرف، ما عادش السمكه تقدر تاكل، ما عادش السمكه تقدر تعيش لو زاد قوي بكميه كبيره على الجلد. نفس الكلام او الجلز يقدر يمنعها من التنفس. Also fish can transmit some parasites to human as a zoonotic parasite، زي الهيتروفيس مثلا اللي خدناها في التريماتول. طيب الفيش في منها نوعين، في حاجه بنسميها الفريش ووتر فيش، وفي حاجه اسمها المارين فيش. والفيش اكت ايزر از ا فاينل هوست اور، واخد بالك، از ا فاينل هوست، الفيش اكت از ا فاينل هوست اور انترميديت هوست فور باراسايتس. الباراسايتس ديت منها انواع كتيره، منها الهيلمنسس اللي احنا خدناها زي التريماتود والسيستود والنيماتود والاكانسوسيفالان. التريماتود ديت في منها المونوجينيان يعني لها عائل واحد، او دايجينيان لها تو هوستس، تمام. والسيستود خدنا امثله منها في الهيومن والانيمال. والارثروبودز اللي هي الحشرات دي بيسموها الكراستيشن او القشريات. وفي عندنا البروتوزوا الاوليات، البروتوزوا دي منها في سيليتس وفلاجيليتس وميزوزوا ومايكروسبوريديا وكوكسيديان باراسايتس، وفي عندنا حاجه اسمها الليتشز او العلق، تمام. الهيلمنسز ديت اما نرجع للهيلمنسز هنلاقي الهيلمنسز احنا بنقسمها لبلاتي هيلمنسز اللي هي الديدان المفلطحه اللي منها التريماتود او الفلوكس، وديت وفي منها السيستودز. الفلوكس ديت في منها او التريماتود في منها مونوجينيا او مونوجينيا ودايجينيا. المونوجينيا ديت اللي هي زي الدكتيلو جايروس اللي بيسموها الجيل فلوكس، والجايرو دكتيلس البودي فلوكس والديبلوزون. يبقى الدكتيلو جايروس هتعيش على الجلز على الخياشيم، سموها جيل فلوكس، فبالتالي هتبقى هتعمل سبايرات الديستريس. والجايرو دكتيلس هتعيش على البادي على السكين من بره، فبيسموها البادي فلوكس والديبلوزون، تمام. الدايجينيان تريماتود او الفلوكس منها عندنا الكلينوستومم سبيشيز والايكلينوستومم سبيشيز والديبلوستومم والهيتروفس هيتروفس والسنجويني كولا، تمام. طبعا لو نفتكر الهيتروفس والتروفس ديت الفيش هنا اكت از انترميديت هوست وبيبقى افكتد بالانسيستد ميتا سيركاريا، وكذلك الانواع الثانيه هنقولها دلوقتي. والسيستود عندنا حاجه اسمها الدايفيلوبوثيام لاتم، دي هناخدها في كمرض زونوتيك للانسان. بتبقى السمك هنا سكند انترميديت هوست وبينتقل الانسان الدايفيلوبوثيام لاتم الادلت وورم بيكون في الانسان. والسبايروميترا والبروتوسيفالس والبثريوسيفالس سبيشيز والكاريوسيفالس والليجيولا سبيشيز والشيستوسيفالس سوليدس. والنيماتود هناخد الانيساكيا الانيساكس او بيسموها الانيساكياسيس،
والبروكامالينس والباراكامالينس دول بيبقوا موجودين كالسمك هنا فاينال هوس، والاوسترونجيلاس والسباينيتيكتاس والكونتراسيكم والكابيلاريا الى اخره. وبعدين هناخد الاكانسفالا اللي هي راسيات شوكيات الراس اكانسفالا، والارثروبود بناخد منها البارازيت كراستيشن اللي هو الفيش لاوس اللي هو امل السمك اللي هو الارجولاس سبيشيز والارجاسولاس والسالمينيكولا سبيشيز اللي هي الجيل لاوس والكاليجاس والليرنيا اللي هي الانكر وورم. تمام. البروتوزوا هناخد منها في منها سيليتس وهناخد فلاجيليتس وهناخد الموكسوزوا والمايكروسبوريديوم والكوكسيديوم. السيليتس الاكسوفسوريوس مالتيفلاس وده مرض مهم، والكايلودينيلا والتترا هيمينا والترايكوداينا والامبي فيرا والابيوسوما والابستايلس سبيشيز. دي كل ده ايه انواع من السيليتس او سيليت البروتوزوا. الفلاجيليتس بقى اللي عندها فلاجيلا هيكس سيليتس يعني معناها عندها اهداب كتيره جدا حوالين الجسم. تمام. دي السيليتس، لكن فلاجيلا بيكون طالع منها واحد او اتنين او عدد من الفلاجيليتس اللي هي الصوتيات الهيكساميتا والسبايرو نيوكليوس والاكتوبودا الاكسوبودا والبيسينو دونيوم البيسينو دونيوم والكريبتوبيا. كل ديت نوع من انواع الفلاجيليتس. الميكزوزوا، الميكزوزوا في منها الميكزوبولاس سبيشيز والهينوجويا والكودويا والمايكروسبوريديوم اللي هي الجلوجيا والكوكسيديوم بارازيت. كل ديت يعني ايه، احنا هنا الشرايح دي كانت تجميع للي احنا هناخده في الشرايح القادمه. وبعدين نبدا بقى بالتفصيل. نبدا بالتفصيل هنبدا بالايه، بالتريماتود. واحنا قلنا اصلا التريماتود في عندنا منه نوعين، في مونوجينيتك تريماتود ودايجينيتك تريماتود. المونوجينيتك تريماتود اللي هي فيها وان هوست بس، ديت المونوجينيتك تريماتود بتكون دايركت لايف سايكل يعني مش محتاجه انترميديت هوست. اما بتعيش على الجلز فنسميها جيل فلوكس، او بتعيش على البادي فيسموها بادي فلوكس. اللي بتعيش على الجلد بيسموها داكتيلو جايروس، داكتيلو جايروس سبيشيز، والاثنين دايركت لايف سايكل. والجايرو داكتيلس اللي هي البادي فلوكس اللي هي الجايرو داكتيلس. طيب الفرق ما بينهم ايه؟ ان احنا بنشوف الادلت هما الاثنين بيكون حجمهم صغير. الادلت ار 2 ام ام لونج يعني 2 مللي تقريبا. بوستيرور هابتور بيكون عندها البوستيرور هابتور زي ما احنا شايفين اهو، بوستيرور هابتور هاز 1 بير 1 بير اوف انكور. ديت الجزء ده هو بنسميه الانكور يعني خطاطيف، 1 بير اوف انكور و 14 مارجنال هوكس و 4 سبوتس ات انتيريور. هنا الانتيريور اند عندها في 4 4 سبوتس. تمام. بتبقى اوفي بيرس على عكس الثانيه ديت بتكون لارفي بيرس. يبقى احنا هنا الادلت قلنا ان هي حجمها بيكون 2 ملم، بتكون على الجلز دايركت لايف سايكل، ويكون عندها 1 بير اوف هابتور بوستيرور هابتور. تمام. وعندها 14 مارجنال هوكس و4 ايسبوتس. بينما الثانيه ديت اللي هي الجايرودكتيلس بيكون الادلت من نص ل 8 من 10 ملم يعني اصغر، والبوستيرور هابتور بتاعها عنده 16 مارجنال هوك. عندها البوستيرور هابتور بتاعها اهو، البوستيرور هابتور بيكون عندها 16 مارجنال هوك وتو لارج هوكس. التو لارج هوكس دول هنشوفهم دلوقتي في الشريحه اللي جايه. تمام. و ان انتيريور اند تو لوبس، عندنا تو لوبس بات نو ايز، يبقى الانتيريور اند تو لوبس. وطبعا هنا نقول لارفي بيرس، لارفي بيرس يعني هنلاقي فيه لارفا داخل الابدوم، لكن الثانيه ديت اللي هي الداكتيلو جايرس كانت اوفي بيرس لي اكس ويتش هاف لارفا، تبقى ديت ما فيش عندها لارفي داخل الجسم. طبعا البولي امبريونيزم، البولي امبريونيزم بتكون واضحه في الجايرودكتيلس علشان خاطر عندها ان هي لارفي بيرس، بينما هنا بيبقى نو امبريونيزم في حاله الايه الدكتيلو جايرس اللي هي الجل فلو. الدياجنوز ميد باي ذا ويت ماونت يعني بناخد منها، بناخد من الجل نحط شريحه ونمسح على الجلز ونشوفها تحت الميكروسكوب هنلاقيها. اهم حاجه الكاركترستيك عندها 1 بير اوف بوستيرور هابتور وعنده 14 مارجنال هوك و4 ايس بوتس انتيريو. بينما الثانيه ديت بالدياجنوز برضو بالويت ماونت يعني هنحط من على الجلد على طول الاقي في عندها في
16 مارجنال هوك مع البستور هابتر واثنين لارج هوكس، تمام. بينما هنا الانتيريور اند ما يكونش عندها ايس بوتس ويكون عندها لارفي داخل الجسم لانها لارفي بيرس. الاعراض اللي بتبان على الحيوان في حاله الدكتيلو جارس الجيل فلوكس بتكون ساينس انكلودنج بايبنج كافينج وويت لوس وسكن ليجن. بايبنج ده يعني معناه ايه؟ بلاقي السمكه طالعه ببقها بتفتح بقها وتقفل بقها على وش الميه، فده نسميه بايبنج، يعني بتحاول تشهق او تاخد نفسها بره الميه لان دي عندها مشكله ريسبيراتوري ديستريس، لان ديت ايه جيل فلوكس وبالتالي اثر على التنفس. الكنترول بيكون بنستخدم الفورمالين والبوتاسيوم برمنجانات والبرازيكوانتيل في الاكواريوم، تمام. طيب عندنا بالنسبه للثانيه البادي فلوكس، البادي فلوكس السنس بتاعها هتبقى انكلود اكسس ميوكس، يعني السمكه هتبقى عليها ميوكس كتير، وفلاشنج. الفلاشنج ده يعني السمكه هتنام على جنبها وتبدا تجري في الميه، فهنبدا نشوف في برق كده او السمكه بتبرق قدامنا، ده بسبب ان هي بتحاول تتخلص من السكن او البادي فلوكس، وطبعا هيحصل فيه ويتلوس. ونفس الكنترول بالفورمالين والمغنيسيوم والبوتاسيوم برمنجانيت والبرازيكوانتين. بقيه المونوجينيتك تريماتود قلنا ايه عندنا اللي هو الدبلوزون. الدبلوزون دول بيكونوا اتنين مع بعض، ده اهم حاجه مميزه لهم، بيكونوا اتنين عشان كده سموها دايبلوزون. دايبلوزون يعني اتنين لو نفتكر من الاسم. its size is usually around 0.7 سنتيمتر approximately the size of a finger nail، يعني حجم الضافر كده. it is a bloody helminth and has several hooks and its mouth which is well used to grab on to the gills of fish، تمام. وعندها several hooks على الماوس بتاعها بتحاول تثبتها على الجيلز بتاعت الفيش. From there it will feed on the blood، منين؟ من الجيلز، هتتغذى على الدم. They have a bilateral symmetry، يعني شكلها يمين زي شمال. Exhibit strong seasonal variation in their reproductive activity unlike most parasites that produce gametes all the year. يعني ما هي زيهم بتعمل جميت طول السنة، لا. Paradoxum جميت are produced primarily during spring، يعني which with the highest production from May to June، يعني في بداية الايه الربيع مع الصيف، بداية الصيف continuing through the rest of the summer. The eggs of the diplozone are laid in the fresh water fish's gill، يبقى الايجز هتحط فين؟ على الجيلز، تمام، بتاع الدبلوزون دي الحته. There it hatches into a larvae stage اللي هي دايبوربا. الدايبوربا ديت اللي هي اللارفا بتاعت اللي هي الدبلوزون. It will remain in that stage unless two larvae، يعني اللارفا بتاعتها اللي هي الدايبوربا هتفضل موجوده مكانها لحد ما تقابل second larvae come together. Then the two larvae will undergo metamorphosis and become fused together. هيتحدوا مع بعض ال two larvae ويكونون الدبلوزون، تمام. The life cycle is unique requires attachment of two individuals to be completed. هنا ال life cycle بتاعة الدبلوزون بتحتاج اثنين. طبعا ال adult هنا هتبدأ تحمل لنا الليجز على الجيلز وتبدأ تتغذى على الجيلز وهكذا. اللايف سايكل ناخد بقى الدايجينيان. الدايجينيان تريماتود، الدايجينيان تريماتود اللي فات ديت المونوجينيان ما كانش فيها ايه، ما كانش فيها كانت دايركت لايف سايكل ما بتحتاجش انترميديت هوست. طيب اللايف سايكل بقى لما نجي نتكلم على الدايجينيان تريماتود، الدايجينيان تريماتودز ديت اللي هو الفلوكس بتكون السمكه يا اما فيها انترميديت هوست او فاينل هوست. لو السمكه هنا فاينل هوست، تمام، بنجي سمكه اهيت او الفيش ايتر بيكون موجود داخل الجسم بتاعته الادل دايجينيان فلوك، تمام، وبالتالي هينزل من الجسم بتاعه اكس. الاكس ديت هتهاتش انتو ووتر وتدينا ميراسيديم، والميراسيديم ديت تروح على الملاسكان انترميديت هوست زيها زي اي تريماتول. اكس ميراسيديم يروح على السنيل او الملاسكان انترميديت هوست،
والملاسكان انترميديت هوست ده ريليز ايه للسيركري. حاجه من الاثنين، يكون السمكه انترميديت هوست وفاينل هوست في نفس الوقت، فبالتالي السيركاريا ديت هيبقى بنتريت الفيش از انترميديت سكند انترميديت هوست، ويدينا انسيستد ميتا سيركاريا وايتن باي ماملز وبيرد او فيش از فاينل هوست. او السيركاريا ديت بنتريتس انفرتبريت انترميديت هوست وتدينا انسيستد ميتا سيركاريا وايتن باي فيش از فاينل هوست. او السيركاريا ديت بنتريت دايركتلي الفيش از فاينل هوست. يبقى ديت اللايف سايكل يا جماعه، اللايف سايكل بتاعتها في الحاله ديت ان السمكه عندنا فاينل هوست او انترميديت هوست. لو هي فاينل هوست هتنزل لنا الاكس، والاكس دي هتنزل في الميه هتدينا ميراسيديوم، الميراسيديوم هيخش الاثنين هيدينا ايه سيركاريا. السيركاريا دوت بنتريت الفيش اللي هو الانترميديت هوست ويفضل جواه كانسيستنت ميتا سيركاريا، وبعدين تاكلوا سمكه ثانيه او ياكلوا الماملز او الفيش ايتنج ماملز البيرد والحاجات دي كلها. يبقى هنا السمكه كانت انترميديت وفاينل. طيب لو السمكه هي الفاينل، السيركاريا ده هيبقى بنتريت انفرتبريت هوست زي حاجه زي السايكلوب، ويبقى فيه الانسيستنت ميتا سيركاريا ويدينا الفاينل فيش. الفاينل هوست هيبقى الفيش هتاكل الانترميديت هوست. او ساعات السيركاريا يدخل على طول مباشره على السمكه يعمل لها بنتريشن، فبالتالي هتكون دايركت لايف سايكل، يعني مش محتاج فيها هنا اللوان انترميديت هوست اللي هو السنيل، والسمكه هتبقى فاينل هوست. تمام، ده هيبان في الانواع اللي احنا هنتكلم فيها. طيب الدايجينيتك تريماتودز عندنا في الكلينوستومم سبيشيز والديبلوستومم سبيشيز والهيتروفس وتروفس سبيشيز. طبعا الهيتروفس وتروفس ديت مشهوره وعارفينها. كل دمت اللايف سايكل بتاعتهم بتكون اندايركت، يعني معناها ايه؟ بتحتاج انترميديت هوست. السمك هنا اكت از في كلينوستومم والديبلوستومم والهيتروفس وتروفس اكت از سكند انترميديت هوست. يبقى كلهم اندايركت لايف سايكل، كلهم السمك اكت از سكند انترميديت هوست. تمام، الفاينل هوست بتاعهم هنا هو الفيش ايتنج بيردز اند فيشز. تمام، يبقى الفيش ايتنج بيردز او ماملز تمام هو الفاينل هوست بتاع التروفس تروفس الدبلوستومم سبيشيز والكلينوستومم سبيشيز. تمام، الديزيز اللي بتعمله الكلينوستومم وهو ده الجزء اللي اسالك عليه، بسالك اقول لك اليولو جراب ديزيز از كوزد باي، يبقى تقول لي ايه؟ كلينوستومم سبيشيز. بينما البارازيتك كاتاراكت از كوزد باي دبلوستومم سبيشيز. والهيتروفس تروفس تعمل لنا ايه؟ هيتروفسياسيس او هيتروفسياسيس ديت، لان السمكه هنا بتكون افكتد بالانترميديت ستيج او الانسيستنت ميتا سيركاري. الفيرست انترميديت هوست هنا الهيليوسوما، ده نوع من انواع السنيل او المنيد سنيلز في حاله الدبلوستوما، او البايرنيلا كونيكا، وده عارفينهم الهيتروفس وتروفس. الزينوتيك امبورتانس كلهم نان امبورتانت ما عدا الهيتروفس وتروفس، عارفين ان هي زينوتيك وتعدي الانسان عن طريق الانفكتد فيش تيشوز او ماسلز. تمام، الانفكشن سايت هنا بيكون في المصل في حاله الكلينوستومم والهيتروفس وتروفس، بينما في الدبلوستومم بيكون في الاي. كلهم بيكونوا موجودين الفاينل هوست افكتد في الانتستين، والانفكشن والفاينل هوست بيرقص لانهم هياكلوا السمكه الانفكتد. تمام، الساينس اوف انفكشن احنا قلنا الكلينوستومم هي اليولو جراب ديزيز، فبالتالي هيبقى باين علينا يولو جراب. يولو جراب يعني حبوب صفراء باينه في اكتر من مكان في السمكه. تمام، على الجلد مثلا او ممكن على الجلد على البودي كله. هنا الدبلوستوم هتعمل كاتاراكت او بلايندنس، هتبقى معناها ان هيكون موجوده في ايه؟ العين، عشان كده احنا سميناها البارازيتك كاتاراكت. الفلارد جيلز في حاله الهيتروفس تروفس بيبقى فلارد جيلز وهايبوكسيا وسيستس ان ماسل. الانسيست ميتا سيركاريا هتبقى موجوده في المصل، وممكن لو هي افكتد على الجيلز تبقى تعمل لنا هايبوكس. الدياجنوزز كلهم بالدايركت فيجواليزيشن عن طريق الويت ماونت، وقلنا الويت ماونت بنجيب شريحه ونشوفها على طول مباشره تحت الميكروسكوب. التريتمنت بيكون نان في حالات الثلاثه، والكنترول بيبقى عن طريق ان احنا نعمل
نكنترول الانترميديت هوست اللي هو السنيل والفاينل هوست نعمل له تريتمنت. تمام، ده بالنسبه للدايجينيتك كريماتود. الدايجينيتك كريماتود ديت زي ما احنا شايفين ده الهيتروفس وتروفس، وده واخدينها احنا في الطفيليات العاديه، بيكون عندها اورال سكر وعندها في فينترال سكر وعندها جينيتال سكر وتو تيستس وكونفوليوتد يوترس وهنا الفيتلاين جلاند وسيمبل انتستاينال سيكا، وشكلها بيكون بايروفورم ان شيب. بينما اليولو جراب ديزيز اهو، اليولو جراب ديزيز اللي هي البقع الصفراء ديت اللي احنا شايفينها ديت، عرفنا ان هي بتكون الكلينوستوما سبيشيز. تمام، ده اللي بيسموها الجراب اللي هي حبوب البقع دي. عندنا البي بقى اللي هي الباراسيتيك كاتاراكت، يعني افكت على الاي، فبيكون الاي ذات نفسها يحصل فيه بلايننس، وزي ما احنا شايفين الدبلوستومم هيكون موجودة في الاي، فبالتالي هتعمل لنا باراسيتيك كاتاراكت وبلايننس. الجزء اللي فوق ده هو السيركاريا اللي بيعدي السمكة. تمام، واتفقنا ان ديت التروفس هتروفس. طيب الكلينوستوم ديت اللي هنشوفها تحت الميكروسكوب، الكلينوستوم بيكون ده ميتا سيركاريا جوه الماسل، كل اللي بنشوف فيه ان سيمبل انتستاينال سيكا و اورال وفنترال سكر. تمام، والدبلوستوم ميتا سيركاريا نفس الشيء، بيكون في اورال سكر وفنترال سكر و سيمبل انتستاينال سيكا، ولكن اللي احنا عندنا في المعمل هنشوف اللي هو الايه الكلونوستومم، هي دي اللي هنشوفها. السانجوينو كولا ديت السمك فيها بيكون هو الفاينل هوست، فبالتالي السمكه بتكون سفرنج فروم ادلت فلوك. تمام، الادلت فلوك ديت زي ما احنا شايفين لها ستراكشر يونيك. كاتريماتود بيكون عندها اورال سكر وعندها فنترال سكر و ده اليوترس كونفوليوتد يوترس والاستراكشر بتاعها. يهمنا قوي من السنجوين كولا ان هي ده لو انه تكون فاينل هوست، وهنقولها الوحيده دلوقتي. طيب بالنسبه للسيستود احنا بنتكلم على ان السمكه، ونفس الكلام نفس المبدا، السمكه اما تكون فاينل هوست او تكون انترميديت هوست. طيب لو هي فاينل هوست هيكون عندها الادلت وول فين؟ في جسمها، فبالتالي هتنزل لنا سيجمنت او اكس، هتنزل في قلب الميه هتدينا كوره سيديا، مش ميراسيديم، تدينا ايه كوره سيديا او كوره سيديم. الكوره سيديم ده هيبقى ايتن باي السايكلوب اللي هو انفيرتبريت انترميديات هوست، فهيدينا حاجه اسمها البرو سيركويد لارفا. البرو سيركويد لارفا ديت ها يحصل لها ديفلوبمنت وتدينا بليروسوركويد لارفي في سمكه تانية او شيء، وتتاكل بالفاينل هوست اللي هو السمكه، او البروسوركويد تؤكل بسمكه اخرى، يبقى ديت سكند انترميديت هوست، يبقى ده كان الفيرست انترميديت هوست هو انفيرتبريت انترميديت هوست، والسكند انترميديت هوست كانت سمكه تانية، فالبروسوركويد هيتحول جواه لبليروسوركويد لارفا. البليروسوركويد هيبقى موجود في المصل، هيجي الفيش ايتنج مامالز وبيردز و او اذر فيش هتاكلها وتدينا الايه الادلت ستود في الفيش ايتنج مامالز اند بيردز اند فيش، زي مثال مثلا قلنا الدايفيلوبوتريام لاطا. المجموعه اللي جايه دي كلها تقريبا زي بعض، يهمنا فيهم قوي الدايفيلوبوتريام لاطا، دي اللي هنسالك عليها. الدايفيلوبوثريوم لاطا تمام. لما نيجي نشوف هم كلهم البروتوسيفالس سبيشيز والبوثريوسيفالس سبيشيز والكاريوسيفالس والدايفيلوبوثريوم لاطا وسبايروميترا والليجيولا والشيستوسيفالس سبيشيز. انا هنا في السؤال لما هسألك هقول لك سيستود اوف فيش ار، هجيب لك اتنين اسم او اسمين او هجيب لك اي اسم من الاسماء ديت واقول لك هو سيستود ولا تريماتود ولا نيماتود. فانا مثلا اقول لك ايه البوسروسيفالس سبيشيز از نوت، واجيب لك ثلاث اختيارات اقول لك سيستود
تريماتود نيماتود بروتوزو، هتختار ان هي ايه سيستول هي او البروتوسيفالس. فده الجزء المهم من الموضوع ده. هنا السمكه في حاله البروتوسيفالس والبوستوسيفالس والكاريوسيفالس بتكون اكت از ا فاينل هوست، تمام، والانترميديت هوست بيكون الكوبي بود او الليتشز اللي هو قشريات الماء. هناخد الثلاثه دول في الاول. هنا السكند انترميديت هوست بيكون الفراي فيش. الفراي فيش يعني السمك الاصبعيات او السمك اللي هو الصغير، السكند انترميديت هوست. لكن الفاينل هوست هيبقى السمك الكبير. يبقى الفاينل هوست هو السمك الكبير، هيكون معاه الادلت وورم. الكوبي بود او حشرات الميه هي اللي هتبقى الفيرست انترميديت هوست كانفرتبريت هوست، وبعدين السكند انترميديت هوست هو الاصبعيات السمك الصغير، والمكان الانتستين اوف فيش هو كفاينل هوست هيبقى البروتوسيفالس والبوستوسيفالس والكاريوفيلس، هيكونوا موجودين فين؟ في السمول انتستين اوف فيش. طيب الشكل بتاعها بيكون ايه؟ اسكولكس ويز 4 انكابد سكرز وفيستيجال فيفث سكر كلير سيجمنتيشن، وكلهم نفس الكلام، يعني مش فارق معانا قوي. ان هنا السكولكس بيكون شكله هنشوفها في الشريحه الاخيره، بيكون فيه سليت لايك شقوق زي راس الابره بالظبط. فاحنا راس الابره لو شفنا راس الابره بنلاقي فيها اتنين، فده البروتوسيفالس. لكن البوتريو سيفالس هلاقي فيها اتنين. سكولكس از لونجيتد ويز باي لوبد ابيكال ديسك ويز 2 بو 3. يبقى الاولانيه البروتوسيفالس بيكون اربع عيون او اربعه انكاب سكرز، بينما البوثرو سيفالس بيكون عندها 2 بو 3 او 2 فتحتين زي فتحه الابره بالظبط، ابره الخياط. الكاريوفيلس سبيشيز ديت بتبقى انسيجمنتد. طبعا احنا عارفين ان السيستول بشكل عام بيكون سيجمنتد، الا ديت الكاريوفيلس بيكون انسيجمنتد بودي 3 سنتيمتر ان لينث وفلاتند ليف لايك انتيرور اند. خلصنا من الثلاثه دومت اللي هو البروتوسيفالس والبوستوسيفالس والكاريوفيلس، اللي السمك فيه في اكت از فاينل هوست، والكوبي بود او الليتشز هو الفيرست انترميديت، والسكند انترميديت هوست هو الفراي فيش او الاصبعيات السمك الصغير، وبيكون موجود في السمول انتستين بتاع الفيش لما بيكون هو فاينل هوست. البروتوسيفالس عندها 4 سكرز، والبوستوسيفالس عندها 2 سكرز، والكاريوفيلس بتكون انسيجمنتد سيستول. طب الدايفيروبوستريم داتم ديت اللي احنا اخذناها اصلا عندها لها اهميه كتيره عند الانسان. بيكون هنا الفيش اكت از سكند انترميديت هوست، والفيرست انترميديت هوست بيكون الكوبي بود، والفاينل هوست هو مين؟ الفيش ايتنج مامنز اللي هي البيردز والدوجز الى اخره والماء. وبيكون المكان الافكتد هنا في السمكه كانترميديت هوست هو المسل والفيسرا بتاعت السمك، واهميتها ان بيكون زونوتيك و زونوتيك وافكت على الادلتس ار اب تو 20 متر اند جرافيد بروليتيدز ويز تايتلي كويلد يوترس فيل اوف براون ايجز. ده في حاله مين؟ ده في حاله المامنز او الانسان لما يبقى افكتد، تبقى الادلت دي هتبقى موجوده في الانتستين بتاعته، وبينما في السمكه هتكون موجوده في المسل والفيسرا. خلاص، ودي زونوتيك امبورتنس اسمها دايفيلوبوثيان لاتم، وهناخدها بالتفصيل في النظر العادي. والسبايرومترا سبيشيز دي نفس الشيء، عندها زونوتيك امبورتنس. الفيش هنا سكند انترميديت هوست، والكوبي بود هو الانترميديت هوست، والفيش ايتنج مامز دوجز والكاتس ار ذا فاينل هوست اند هيومن اولسو. ونفس الكلام في المصل والفيسرا بتاعت السمك، لما بتكون سكند انترميديت هوست بيكون افكتد ب فاكرين احنا لما قلنا في بروسوركويد، البروسوركويد عموما هيكون في هنا في الكوبي بود او في الليتشز. في الفيرست انترميديت هوست هيكون بروسوركويد، هنا في السمكه لما تكون سكند انترميديت هوست هيحاول ان عندنا البليرو سوركويد. بعد كده الادلت ورم هتكون موجوده في الفيش ايتنج مامالز، سواء كان الدايفيروبوسيوم لاتم او السبايرو مترا او الليجيولا او الشيستوسيفالس سبيشيز. تمام يا شباب؟
فاحنا نبقى عارفين ان السمكة انا نكتب تحتها ان الفيش از سكند انترميديت هوست كونتيننج ايه البلوروسيركويد، الكوبي بود اكت از فيرست انترميديت هوست كونتيننج بروسيركويد من الشريحة اللي قبلها، تمام. انما الفاينل هوست هيكون عنده الادلت وورم اللي هو الفيش ايتنج ماملز او الدوج او الكات والهيومن. واضح كده يا شباب؟ والسبايروميترا قلنا نفس الكلام بتكون زونوتيك، والليجيولا الليجيولا سبيشيز الليجيولا سبيشيز بتكون الليجيولا سبيشيز نفس الكلام، السمك بيكون فيها سكند انترميديت هوست. يعني ايه؟ يعني بيكون عنده البرو البليروسيركويد، والكوبي بود بيكون الفيرست انترميديت هوست يعني بيكون عنده البرو سيركويد، والفاينل هوست بيكون فيش ايتنج بيردز، وبالتالي السمكة هتكون في المصل والبصرة بتاعتها عندها البليروسيركويد اللي هتغذى عليها الفاينل هوست اللي هو البيردز. هنا مميزة قوي الشيستوسيفالاس والليجيولا ان الاتنين بيكون انسيجمنتد بودي، و عندها فنترال اند دورسال بوثري يعني اتنين بوثري. اما نيجي نشوف نكمل بالجدول ده، هنلاقي اللي احنا اتكلمنا على ان البروتوسيفالاس والبسروسيفالاس والكاريوفيلاس دومت كانت السمكة فيهم اكت از فيرست انترميديت هوست دايما، انما الديفيلوبوثريا والسبايروميترا والليجيولا والشيستوسيفالاس كانت السمكة اكت از فيرست انترميديت هو سكند انترميديت هوست، تمام. طيب لما نيجي نشوف الاعراض اللي بيعاني منها الحيوان، بتكون البروتوسيفالاس انكلود استريليتي اوف ذا اوفريز ار افكتد باي لارفال ستيجز. ناخد بالنا ان بيحصل فيه ايه استريليتي، يبقى انا لما اقول لك البروتوسيفالاس يبقى ريليتد للاستريليتي، هقول اسيستود كوزنج استريليتي ان فيش از، تقوم انت قايل لي البروتوسيفالاس. ناخد بالنا من النقطه دي، النقطه دي نقطه ايه سؤال. طيب البوستروسيفالاس هيكون الاعراض عليها ساينس انكلود ويت لوس انترايتس اند مورتاليتي، لانها بتبقى موجوده في الفيسرا وهكذا. نفس الشيء في الكاريوفيلاس في انترايتس في مورتاليتي ويت لوس. في الدايفيلوبوتريم لاتم عشان بتبقى موجوده في التشو بتاعت والمصل بتاعت السمكه، فهنا ساينس انكلود ادهيجنز استريلتي اف جونادز افكتد، ونفس الكلام للسبايروميترا والليجيولا والشيستوسيفالاس، تمام. طيب الدياجنوزيس بيبقى عن طريق الدايركت فيجواليزيشن والويت ماونت، يعني نجيب شريحه ونحط عليها الطفيل ونشوفه تحت الميكروسكوب. العلاج كله بيكون برازيك وانتيل وكنترول الفاينل هوست والانترميديت هوست، تمام. طيب انا شكلهم البروتوسيفالاس او بروتوسيفاليد، البروتوسيفالاس زي ما احنا شايفين هيكون عندها اربعه سكر، هنا اربعه سكر همت 1 2 3 4، والخامس بيبقى فيستيجيال. والبوسوسيفالاس بيكون عندها 2 سكرز، بينما الكاريوفيلاس لما احنا قلنا بتكون انسيجمنتد والسكوليكس بتاعها بيكون عدد كبير من السكوليكس. واضح يا شباب؟ بعد كده هناخد النيماتود. النيماتود بتاعت الفيش، النيماتود بتاعت الفيش بتكون عباره عن ان السمكه نفس القصه، يا اما السمكه بتكون فاينل هوست او بتكون انترميديت هوست. طيب اما السمكه تكون فاينل او تكون انترميديت هوست. طيب لما تكون السمكه فاينل يعني معناها في بطنها في الادلت نيماتود، الادلت نيماتود الدوده الخيطيه بتاعتها ديت هتحط لنا ايه اكس، الاكس دي هتنزل في الميه يحصل لها هاتش انتو لارفي، اللارفي دي هتتاكل بايه؟ تاكل بالانفرتبريت انترميديت هوست اللي هو الكوبود او السايكلوب، هيتاكل السمكه هتقوم واكله الانترميديت هوست ده، لان السمكه بتتغذى على الحشرات ديت او الهوام اللي موجوده في الميه، والفيش هنا هتبقى انترميديت هوست جواه ايه؟ انسيستد لارفي، انسيستد لارفي في التيشوز بتاعتها، تمام؟ يبقى ديت ايه؟ اهميه. طيب لو الحاجه ديت بعد كده مين اللي هيتعدى؟ سواء كان مامل فيش ايتنج ممكن يبقى من ضمنهم الهيومن، يبقى لازم افحص التشو بتاع السمك واشوف هل في انفكشن بالنيماتود ديت ولا لا، او الانسيستد نيماتود. طيب السمكه الصغيره اللي اكلت الكوبي بود وبقى عندها انسيستد لارفي هتؤكل بسمكه ثانيه فيش باراتينيك هوست. باراتينيك هوست يعني عائل خازن يعني او كده،
فهيبقى عندنا الارفي ري انسيست الثاني جواها، وبعدين الفاينل هوست او الفيش سمكه تكون اكبر تاكلها. تمام، ناخد بالنا ان هنا اللايف سايكل، لو كانت اللايف سايكل اندايركت هنوصل عند الكوبيبود، يبقى الاكس هتعمل هاتش تدينا لارفا، اللارفا ديت لو لحد كده والسمكه خدتها لان هي زي الكابلاريا فدي نسميها دايركت لايف سايكل، يبقى السمكه نزلت الايج وسمكه تانية اتصابت او نفس السمكه اتصابت دي نسميها دايركت لايف سايكل. طب لو اللارفي ديت اكلت بالانفرتبريت هوست بقى هنا اندايركت لان محتاجه انترميديت هوست، وايتن باي فاينل هوست تبقى ديت اندايركت لايف سايكل. طب الانفرتبريت هوست اللي هو الفيرست انترميديت هوست اكلوا سكند انترميديت هوست سمكه واكلت بالسمكه تبقى ديت ايه برضو اندايركت بس نيدز تو انترميديت هوست، وكان من ضمنهم السمكه. طيب لو السمكه ديت اكلت مباشره بال الممل او البيرد او الفيش ايتنج ماملز ويبقى عندهم هم الادلت وور موجوده في الماملز دوم. تمام، فديت ايه اللايف سايكل ان جنرال اللي هي ممكن تحصل في النماتود. النماتود دومات مجموعه اللي هي الانيساكس. الانيساكس ديت لها زونوتيك امبورتنس، وديت اهم واحده من النيماتود اللي ممكن ناخدها في السمك تعمل لنا مشكله. وهنا بيكون السمك هنا اكت از سكند انترميديت هوست. تمام يا شباب، سكند انترميديت هوست، والفيرست انترميديت هوست بيكون هنا الكيبوبود، والفيش ار الفاينل هوست بيكون الفيش ايتنج ماملز انكلودنج مان. تمام، مان والدوج والبير الى اخره دمت هيبقوا افكتد. الارفي فورم سيست ان ماسلز اند فيسرا اوف فيش اللي هي كانت سكند انترميديت هوست. والاعراض اللي بتبان على السمكه بتبقى نون سبيسيفيك اكسبت اف جونادز افكتد باي انسيستد لارفي، فبالتالي ممكن تعمل لنا استريلتي في كل النيماتود هتكون كده طالما السمكه يعني ايه افكتد تو ليتل ديجري. الدياجنوز بالفيجواليزيشن وبالويت ماونت، او بنعمل بنجيب الانسيستد لارفي في المصل بنضغط المصل ونشوف تحت الميكروسكوب الايه الانسيستد لارفي. نفس الكلام اليوسترونجيلس ديت السمك فيها هنا از انترميديت هوست، والفيرست انترميديت هوست بيكون اولوكيت يعني نوع من انواع الكراستيشن او القشريات، والفيش والفاينل هوست بيكون فيش ايتنج بيردس، واللارفي نفس الكلام ما فيهوش جديد، كل ده ما فيهوش ايه تريتمنت. الكامالينس والسبايني تيكتس والرابديكونا والكابيلاريا مهمين ليه؟ الكامالينس هناخد منها البرو كامالينس والبرا كامالينس والسبايني تيكتس والرابديكونا، هناخدهم علشان دومت هناخدهم في العمل، فدومت هنشوفهم في العمل. طيب هنا السمك هنا في حاله الكامالينس والسبايني تيكتس والرابديكونا، وده سؤال يا جماعه سهل اهوت، هقول لك الفيش اكت از انترميديت هوست فور، وتقول لي واحد من النيماتود او السستود، ممكن اقول لك فور النيماتود ساتش از، وتقول لي بقى هنا الكامالينس او السبايني تيكتس او الرابديكونا. تمام، او الكابيلاري دمت الاربعه اللي بتكون السمكه فيها ايه فاينل هوست هيبقى موجود في الجي اي تي. خلاص اقول لك الكامالينس از فاوند افكت فيش اند فاوند ان، اقول لك في الجي اي تي ولا في الليفر ولا في السكن ولا في التيشوس، فانت تختار في الجي اي تي. نفس الكلام يبقى ده اللي هو اللي يبقى هنا مجرد نيمز انا ابقى عارفهم، ان الانيساكس ديت لها زينوتيك امبورتنس، والسمك هنا ساكت از سكند انترميديت هوست، بينما الباقيين كلهم اليوسترونجيلس السمك هنا انترميديت هوست بتكون موجوده في المسل والفيسرا. الكامالينس والاسباني تكتس والرابديكونا والكابيلاريا شكل بعض بيكون ايه السمك هنا فاينل هوست. الكابيلاريا يا جماعه تحديدا هيكون فيها دايركت لايف سايكل هنشوفها دلوقتي اهي، الاربعه دمت اللي هو طالما السمكه هي فاينل هوست هتكون دايركت لايف سايكل. يعني ايه دايركت لايف سايكل؟ يعني ان بيكون مفيش انترميديت هوست.
زي ما احنا كاتبين هنا مفيش انترميديت هوست، الطفيل بينزل الاجز في الميه والاجز ديت بتروح تؤكل بسمكه تانية. دي الحاجات اللي هنشوفها تحت الميكروسكوب عندنا في المعمل: انيساكس لارفي مايجرينز، لارفا مايجرينز الانيساكس ديت، دي بتبقى في الانسان في الجلد او في الجاسترو انتستينال تراكت، فبنسميها انيساكس لارفا مايجرانس، يعني الانسان ممكن يبقى افكتد باللارفي ديت، تافكت على السبكوتينس بتاعه. او عندنا الانيساكس انتيرير اند اهي، نيماتود عادي بيكون عنده اورال وعنده في اسوفاجس الى اخره، تمام. والكامالينس باكال كبسول، الكامالينس باكال كبسول بتبقى تميز ان بيكون موجود فيها ايه تيس، والهيفي انفكشن اوف كامالينس نوت ذا ورم بلاد فروم ذا انس، هنا دي السمكه اهيت دي هيفي انفكشن من الكامالينس، واحنا قلنا ان الكامالينس هنا السمكه بتكون فاينل هوست بتبقى موجوده في الجي اي تي، فبالتالي هيفي انفكتد بالكامالينس سبيشيز، فبالتالي الورم بلاجد يعني سد الانس وطالعه من الانس اهيت بتاعت السمكه، تمام. طيب والنوع دوت اللي هو الايه الدالس باينيتكتس ده هناخده في العمل بنفس المنظر ده، بنلاقي سراوندد باي لو سبيشال ابييرنس او كاركترستيك ابييرنس، بيكون فيه سيركولار رينجز من السباينز، والكابيلاريا الكابيلاريا دي بتبقى رفيعه وتبقى ادلت ودايركت لايف سايكل. اخر واحد هناخده من الهيلمنسز هو الاكانسوسيفالين. الاكانسوسيفالين ده زي ما احنا شايفين بيبقى اتاتشد للجاسترو انتستينال تراكت بتاعه الفيش، زي ما احنا شايفين بيسموه ثورني هيدد، ثورني هيدد، ثورني هيدد يعني بيبقى اللو هيد عليها سباين زي ما احنا شايفين، والجسم بتاعه ده الفيميل، هنشوفها دلوقتي بالتفصيل الرسمه بتاعتها. طيب السمكه لما بيكون الاكانسوسيفالين موجود في الاكانسوسيفالين بارازايت بيكون موجود في الانتستين هينزل لنا الايج وبيبقى عليها فايبر، والاكس دي بتبقى اتاتشد لاي اورجانز او اي اوبجكت موجود في الميه، بيجي في بعد كده كراستيشن وبيتغذى عليها بيسموه انفويد هوست، وهياكل الاكس والهيكز ديت هتبقى هاتش جواه وتدينا تبقى موجوده في الانتستين بتاعته، ويحصل ديفلوبمنت للجزء من الاكانسوفالين جوه الهيموسيل او البودي كافيت بتاع الكراستيشن. هتيجي السمكه هتتغذى عليه هتاكله ويتحول جواها سيستي كانس، بيبقى سيستي هنسميه الاستيج ديت اللي هي اللارفي بيسميها سيستي كانس، سيستي كانس، السيستي كانس دي بتبقى موجوده في باراتينيك هوست، عائل خازن سمكه صغيره، وبعدين السمكه الكبيره هتاكلها انفويد اور باراتينيك هوست ايتن باي اي لارج فيش، وبعدين هيبقى في جوفينايل او السمول اللي هو سيستي كانس هيبقى ريليزد في الجاسترو انتستينال تراكت ويدينا الادلت فيميل وميل جوه بتاع جوه الانتستين اللي هو الادلت اكانسوفالين اتاتش تو ذا جاستريك سيكم او ذا فيش، تمام. طبعا هو بيتغذى على الدم وبيعمل انترايتس وبيعمل مشاكل كتيره جدا في السمكه. الاكانسوفالين اللي هو زي ما احنا قلنا بيبقى ثورني هيدد وورم وسبايني هيدد وورمز، ويبقى عنده في الهيد بتاعته ميني سباينز، وعنده اصلا ميني سبيشيز كتيره انواع كتيره، ويبقى سيبريت سكس ميل لوحده والفيميل لوحده، هاف بروتراكتابل بروتراكتابل بروبوزس ويز سباينز. بروتراكتابل بروبوزس يعني الماوس بارت بتاعته لها مكان زي الجراب كده بتدخل وتخرج منه، وعنده اندايركت لايف سايكل نيد انترميديت هوست يوجوالي كراستيشن، تمام. والادلت ان ذا جات اوف ذا فاينل هوست اللي هو الفيش، ساينس انكلود انترايتس ويت لوس اند مورتاليتي، دايجنوزس ميد باي دايركت فيجواليزيشن اوف ذا وورم وتريتمنت، مبقاش عندي تريتمنت. طيب لما نشوفهم تحت الميكروسكوب عندنا في المعمل زي ما احنا شايفين هو بيكون زي ما احنا قلنا ثورني هيدد اكانسوسيفالين باراسايت، ده البروبوزس بتاعته اهوت، وده الجراب بتاعها، فبيكون بروتراكتابل يعني ده كله يدخل
جوه، وده اليوترس اللي هيكون فيه الايجز، تمام. لكن لما نكبر السورني هيدد بروبوزس هنلاقيها عباره عن فيها روز او ميني سباينز موجوده على الاكانسوفالين بروبوزس، وهنا جوه الجي اي تي بتاع السمكه هلاقيه اتاتشد للجاسترو انتستينال تراك تيشو وبيتغذى عليها ويسبب لنا انترايتس. دلوقتي هنبدأ نتكلم على الارثروبود. الارثروبود اللي هي المفصليات او الحشرات اللي بتأفكت على السمك، ومعظم الحشرات دي بتكون موجودة اكسترنال على الجلز او على السمك السكين بتاعه وبتتغذى عليه. هنقوم بيه اما بتكون الارثروبود دي كراستيشن او كوبي بود او برانكيورا. الارجاسولاس سبيشيز والارجولاس والكاليجاس والسالمونيكولا والليرني. الارجاسولاس دوت اللي بيسموه الجيل لاوس، والارجولاس هو الفيش لاوس. طبعا في الانيمال احنا بناخد حاجه اسمها الارجس، لكن في الاسماك بيبقى اسمها تصغير شويه بيسموها الارجولاس سبيشيز. يبقى عندنا اللي موجودين على السكن هيكون الارجولاس والكاليجاس والليرنيا. الليرنيا بيسموها الانكور وورم اللي هي الدوده الخطافيه، لكن الجيل لاوس هي الارجاسولاس، ودي بتكون افكت على الجيلز وشكلها زي السايكلوب لايك زي السايكلوب، والسكند انتنا موديفايد تو بي هوك لايك، وعندها اكس هاكس. لو احنا لما هناخد في السايكلوب هنلاقي ان الفيميل بيكون عندها اكس هاك اذا اتاتش تو ذا ابدومينال سيجمنت، هنشوفها كمان شويه في العينات. فالارجاسولاس ديت اللي هي بيسموها الجيل لاوس، طالما هتبقى على الجيل يعني هتغذى على الدم وهتعمل لنا ريسبيراتوري مانيفستيشن. طيب الارجولاس ديت الفيش لاوس بتكون موجوده على السكين وعلى البادي، وبالتالي حجمها بيكون من نص لواحد سنتي في الحجم، فبالتالي احنا نقدر نشوفها بعينينا. عندها هاز تو ساكرز لايك ادهيزيف ديسكس عشان تثبت نفسها على السكين. عندها ايز وثوراسيك بارت وفور بيرز اوف سويمنج ليجز. الكاليجاس تقريبا بتكون زيها، بتبقى افكت على السكين، وواحد سنتي متر ان لينث، اوفال ان شيب ويز انتيريور سيفالوسوركس بينج ذا وايدست بارت، فولد باي ابدومين ويتش از كونستريكتد. الابدومين بيبقى صغير قوي، ان ويز وان بير اوف سويمنج ليجز، وان بير اوف سويمنج ليجز، لكن الثانيه كان عندها اربعه، تمام. و وان بير اوف سويمنج ليج لايك ستراكشر ان فيميل ذا ايج ساكس يوجوالي اون ذا فورم اوف تاب لايك، بتكون زي الشريط كده اللي اتاتشد للفيميل كاليجاس سبيشيز. السالمينوكولا سبيشيز دي برضه افكت على الجيلز. ات اكزيبتس ماكزيليبيد ويز ماكزيليبيد ويز سابكيلا ذات انز از سوليد كلو. ذا كلو يعني بيبقى فيها عندها خطاف. إذا اسوشيت ويز لونج بابيلا دي كوبي بود بوزس عنده ها او هاز لارج فلات اند راوند بولا اسوشيت ويز تو ماكسيلري ارمز. ات ديتيرمينيشن اوف ذا انتني زرار اي هوك لايك بروسيس اون ذا اندو بود ذا سكند ماكسيلا از ريلاتيفلي لونج. المهم خلاصة الكلام، هي عندها في كل الـ النهايات بتاعتها وكل الأشكال بتاعتها بيكون عندها ايه هوكس وبابيلا، والهوكس ديت والكلوز بتساعدها على انها تعمل مور اتاتشمنت وتبقى سيفير اتاتشمنت للايه للجلز. يبقى السلمن يبقى الجل لاوس، نبقى فاهمين السلمن الكولا والارجاسولاس هما اللي بيكونوا افكت على الجلز، وبالتالي هيبقى فيه ريسبيراتوري ستريس لانهم بيتغذوا على الدم بتاع الجلز، والجلز بالنسبه للسمكه هي الرئه بتاعتها. طيب الليرنياسس او الليرنيا اللي هي بيسموها الانكور وورم الدوده الخطافيه، بتكون افكت على السكين والفينز، ومن 10 ل 12 ملم يعني حوالي سنتي، ويز كاركترستيك انتيرور اند اللي هو الهيد، و هاز ويتش هاف هورنز لايك بروجيكشن وايل ذا ريست اوف ذا بودي سلندريكال اند الونجيتد ان فيميل.
egg sacs are attached to the last abdominal segment. تمام. اللايف سايكل بتاعتها بتاعه الارثروبود بشكل عام، السمكه يا اما فاينل هوست يا اما انترميديت هوست زي ما اتفقنا. طب لو هي فاينل هوست يبقى الادلت كوبرود اتاتشد تو ذا سكين او تو ذا جيل، هينزل الايجز، ريليز ايجز اند ووتر، الايجز دي هاتش تدينا ايه النابولاس لارفي او اللي هم اللارفي كوبرود لارفي، واللارفي ديت هتدينا كوبيد لارفي، اللارفي ديت هتبقى ترجع تاني تعمل اتاتشمنت للجيلز والبادي بتاع السمكه، او تي اتاتش على سمكه تانيه كانترميديت هوست، وبعدين لحد ما تلاقي الفاينل هوست وتبقى ليفز وتروح على الفاينل هوست. فبشكل عام هي تعتبر ايه دايركت لايف سايكل، ما فيهاش انترميديت هوست تانيه. طيب احنا في المعمل هنشوفها ازاي؟ هنشوفها في المعمل بنفس المنظر ده كده. اول واحد هنشوفه اللي هو الارجولاس. الارجولاس ده اللي احنا قلنا عليه اللي بيكون البودي لاوس، تمام، والارجاسولاس اللي هو الجل لاوس اللي هو ده. الارجاسولاس لما قلنا الاكس بتاعته الاكس ساك بتبقى على شكل تاب لايك ستراكشر، تمام، وشكل السايكلو، وعندها الانتنة بتاعتها اندد ويز هوكس زي ما احنا شايفين، وبرود سيفالو سوركس سيفالو سوركس بارت ونارو ابدومينال بارت، وبعدين بيطلع لنا الايج ساكس اتاتش تو ذا فيميل. تمام. السالمينيكولا نفسها نفس الشكل، السالمينيكولا شكل مين الارجاسولاس، وبتكون على السكن. وعندنا بعد كده الارجولاس، الارجولاس زي ما احنا شايفين بتكون على الفن والبودي والسكن زي ما احنا شايفين. كل ديت ايه الحشره ويكون عندها تو ادهيزف ديسك واتاتشد ل تو ادهيزف ديسك سومت واتاتشد للسكن والفنز بتاع الحيوان او السمكه. الكاليجاس، الكاليجاس تقريبا نفس الكاركتر زي ما قلنا، كلهم بيدور على نفس الموضوع انهم بيبقوا اتاتشد على الاكسترنال وبيتغذوا على السكن بتاع والجلز بتاع السمك. ناخد بالنا بس ان انا لما اسالك اقول لك الليرني افكت هقول لك الانتستين ولا السكن ولا الجلز بتاع السمكه. الارجاسولاس نفس الكلام، الفيش لاوس ما اقول لك موجوده فين هتقول لي في الجل لاوس از وتقول لي اسمها ايه، او الفيش لاوس از وتقول لي اسمها ايه. تمام. طيب بعد كده هناخد البروتوزوا اللي هي الاوليات. طبعا هنا الكورس بتاع السمكه يا جماعه نركز ان احنا جاست بنذكر نيمز، لكن بالتفصيل وكل حاجه هتاخدها في علم امراض الاسماك، وكل الاشياء دي كلها بتأفكت على الكواليتي بتاع التشو او الكواليتي بتاع السمك، وساعات بيكون لها زينوتيك امبورتنس. طيب البروتوزوا ديت عندنا اللي هي قلنا مجموعه منها اللي هي السيليتس اللي بيكون هدبيات او عدد كبير من السيليا، زي الاكس اوف سوريوس مالتي بلس، ودي مهمه جدا بالنسبه لعالم الاسماك، وبيسموها الايك ديزيز او الوايت سبوت ديزيز. الايك او الوايت سبوت ديزيز افكت الجلز والسكن والفينز. الماتور باراسايت اللي هو التروفونت از فيري لارج اب تو 1000 مايكرومتر ان دايمتر ان از فيري دارك ان كلر ديو تو ذا سيكس سيليا covering the entire cell and moves with an amoeboid motion. It has a horseshoe shaped macronucleus. The immature stages بيسموها tomites. بتبقى smaller و translucent و penetrate the tissue. بعد كده الكايلودينيلا، الكايلودينيلا ديت بتأفكت على الجلز mostly، تمام، ك سيليات بروتوزوا، وبتكون لارج ان سايز وهارد ان شيب، و عليها عدد كبير من السيليا وعندها لونج اكسس، والاورجانيزم بيكون عنده تو كاركترستيك نيوكلياي، الماكرو نيوكلياس والمايكرو نيوكلياس. التتراهيمنا، التتراهيمينا او التتراهيمينا دي بيكون عندها ايز، بتكون افكت سوري بتكون افكت على الايز و ريلي انفيدز انترنال كأوليات.
وبنشوفها في الاي بنلاقي السمكه ولكنها عامله ايه، تير دروب شيب سيليتس، بتكون اتاتش للاي بتاع السمكه. الترايكوداينا بقى دي من الحاجات اللي شويه بتبقى عنيفه، بتبقى على السكن والجلز وبتتغذى على السكن والجلز، لان بيكون عندها سيركولر توزد ديسك within its body، وهنشوفها دلوقتي شكلها بالظبط، ويكون حجمها 100 مايكرومتر ان دايمتر. لكن الترايكوداينا والكايلودينيلا والاكتف سيريس مالتي بلاس دول من الحاجات المهمه. الامبوفيرا والابيوستوما والابيستيلس دمت هنشوفهم دلوقتي، دمت افكت على السكين والفينز والجلز بشكل عام. الابيستيلس ده بيسموه الريد سور ديزيز، تمام؟ طيب ليه الابيستيلس ريد سور ديزيز؟ هاز سيميلر ابيرنس از ابيستوما اكسبت فور ذا نون كونتراكتايل لونج ستوك. طيب الابيستوما نفس الكلام، افكت الجلز والسكين والفينز. هاز ايه؟ هاز كاركترستيك فاز لايك شيب، اند عامله زي الفازه كده، يعني بتكون عامله زي الازازه المقلوبه بالظبط، تمام؟ وعندها اورال سيليا ومن 40 ل 80، وطبعا اتاتش ده اهم حاجه على السكين والجلز. نفس الكلام الامبيفيرا سلندريكال شيب، رو اورال سيليا وميدل بانك اوف سيليا، كل دول بيبقوا سيليتد وهنشوفهم دلوقتي تحت الميكروسكوب. لكن اللي يهمنا قوي الترايكوداينا والكايلودينيلا والاكسوفسيريس دول، سواء كانوا بيجوا في النظر او في العملي، هسالك على اقول لك اجيب لك مجموعه واقول لك سيليتد بروتوزوا افكت فيش ار، واكتب لك مجموعه اسماء انت تختار منهم، بس في الغالب مش هبعد عن الاكسوفسيريس والكايلودينيلا والترايكوداينا والابستايلس. طيب ده اللي هو التروفونت بتاع الاك او الاكس اوف سيريس مالتي بلس. زي ما قلنا ان في عنده الماكرونيوكلاس والمايكرونيوكلاس الاكس اوف سيريس مالتي بلس، تمام؟ وبيكون سيليتد راوندد، وسيليتد ده اللي هو التروفونت، التروفونت ده اللي هو بيكون صغير. وطبعا هنا دي الكات فيش افكتد ويز وايت سبوت ديزيز ليجن. وديت الترايكوداينا اللي قلنا فيه يكون عندها سيركولار توزد ديسك، كل ديت اسنان وبتكون موجوده في شكل سيركولار، بتحط نفسها على السكين والجلز والفينز وتبدا تعمل لنا السرز على السكين بتاع السمكه. ديت للترايكوداينا. الابيوسوما الكايلودينيلا زي ما احنا شايفين دي الكايلودينيلا، ديت الابيوسوما زيها زي الابيستايلس، بتكون شكل الفازة زي ما احنا قلنا، شكل الفازة بتكون اتاتشد للسكن وجزء منها فري وعندها سيتوستوم ونيوكلاس الى اخره. الكايلودينيلا بيكون عندها ماكرو نيوكلاس ومايكرو نيوكلاس، وعندها روز ديفرنت ميني روز من السلي من السلي السلية بتبقى موجودة على الجسم بتاعها، و بتسبب مشاكل على السكن والجلز والفينز بتاع السمك. بعد كده ناخد الفلاجيليتس اللي هي الصوتيات بتاعت فلاجيليتد بروتوزوا، الهكساميتا والاكتوبودا والبيسينو دينام البيسينو دينيام سبيشيز والكروبتوبيا. الكروبتوبيا ديت بالظبط زي ايه؟ زي التريبانسوما في حاله المامز. الهكساميتا ديت كو الهكساميتا بتكون موجوده في انتستان، دي بتبقى افكت على الانتستين بتاعت السمكه، فبنسميها انتستانال سيليت، تمام؟ وبيكون عندها 3 بيرز اوف انتيريور فلاجيلا which are approximately 1.5 تايم لينث اوف ذا بودي. The flagella originate from the blepharoblast at the anterior end of the axostyle. هنشوفها في الشريحه اللي جايه عشان نعرف التفاصيل بتاعتها، تمام؟ والاكسيبودا الاكسوبودا ده بيكون اكسترنال سيليت على السكين والجلز وفري سوومنج رينيفورم اند ابروكسيماتلي 10 ل 20 مايكرومتر، وعندها تو بيرز اوف فلاجيلا، وشكلها بير شيب واتاتش للجلز والسكين
easiest way to identify exopoda is by its cork screw swimming pattern. بتدور في شكل حلزوني كده. طب البسينودينيام، البسينودينيام ده بتكون external ciliates على السكين والجلز، وبيسموها الجولد داست ديزيز. واخر واحد اللي هو ستومك سيليت بيبقى الكروبتوبيا، ده سمولر ان ابيرنس و ويز هيكساميتا اكسبت فور ذا دروب شيب ويز تو فلاجيلا. عنده الكروبتوبيا بيكون عندها تو فلاجيلا بس، و ويجلز ان دارت لايك مانر ويراز هيكساميتا سبايرلز. زي ما اتفقنا جاست نيمز ان احنا نعرف مين هم الفلاجيليتد، اقول لك الاكسوبودا او البسينودونيوم او الكروبتوبيا دول اللي احنا هنركز عليهم. زي ما احنا شايفين الاكسوبودا بتكون هي اللي شكلها صغير كدهوت واتاتش للسكن. الهكسا بيسودونيوم، البيسودونيوم والهكساميتا بيكون نفس الشكل عندنا، بيكون اتاتش للسكن الفيش سكن اتاتش لها هي، وبيكون عندها النيوكلاس الماكرو والمايكرو نيوكلاس والكلوروبلاست، وتتغذى على السكن بتاعها. ودي لما قلنا اللي هو البيسيدونيوم اللي هي الجولد او الجولدن داست او الفيلفت ديزيز بتاع الافكت السمك. تمام. اهم واحده بقى من الحاجات المهمه اللي هي الميكزو زوا، منها ناخد الميكزو بولاس، وفي منها الميكزو بولاس سيريبرالز، دي افكت الهيومن وبتسبب ديزيز. ممكن بعض الانواع بس افكت الهيومن، لكن عندنا في السمك هي بتعمل ويرلينج ديزيز، يعني مرض السمكه بتفضل تلف حوالين نفسها، وبنشوفها في الميه بنلاقي السمكه بتلف. دي افكت الكارتليج والسكيلتون، فبتعمل ديفورمتيز في المسل والسكين. فناخد بالنا ان الميكزو بولاس سبيشيز دي، السؤال لما اجي اساله لك هقول لك الميكزو بولاس سبيشيز از كوزنج ويرلينج ديزيز افكت على الكارتليج والسكين. تمام. والباراسايت طبعا بروديوس سبورز within the cartilage which are oval to circular and approximately 7-9 micrometer diameter long with a thick mucoid envelope on the posterior half of the spore. طيب الهينوجويا، الهينوجويا ده بروليفريتيف جيل ديزيز، يعني مجرد ما بيأفكت على الجلد بيخلي الجلد يحصل له سيكنينج، ويبقى في امبيرمنت للفانكشن بتاع الجلز اللي هي وظيفه التنفس، تبقى دي اسمها ايه الهيني جويا. الهيني جويا دي بتبقى موجوده على الجلز. تمام. و they are very characteristic bird long web like عامله زي الصوت كودال بروسيس هنشوفها دلوقتي giving them a spermatozoan like. هي spermatozoan لكن عندها تو فلاجيلا. سبرماتوزوان لايك ابيرنس سايز اوف سبور رينج فروم 8 ل 24 مايكرومتر ان لينس ويز كود البروسيس بينج ابروكسيماتلي 20 ل 45 لونج. الكودوه دي بتبقى زونوتيك وبتبقى موجوده في الماس والبرين والفيسرا بتاعه السمك، ممكن تافكت على الهيومن. طيب احنا لما نيجي نشوف بقى هذا الكودوه، الكودوه هذا السبورز بتاعه الكودوه واضحه قدامنا اهيت. تمام. طيب ديت بالنسبه للسبورز بتاعه الميكزو بولاس، بتبقى الانتيرور بارت بتاعها ديفايد انتو تو بارتس، والتو بارتس دول بيبقى فيه هنا في سبايرلز موجود، وده البوستيرور بارت اللي هو بتاع البودي بيكون فيه النيوكلياس. و بالنسبه للميكزو بولاس ان اي افكت على الاي زي ما احنا شايفين، لكن احنا عارفين ان هو كان في الكارتلج والبون وبيعمل ويرلينج ديزيز. ده الويرلينج ديزيز ديفورمتي، السمكه بنلاقي عشان افكت السكن و سوري الكارتلج والبون، فبالتالي بنلاقي السمكه معوجه وحصل فيه ديفورمتي في الفيرتيبرال كولم بالمنظر ده. وده هنا اخر حاجه اللي هي الهينوجويا سبورز. الهينوجويا سبورز دي زي ما احنا اتفقنا قلنا بيكون فيها شكلها زي السبرماتوزون شيب ابيرنس، عندها تو فري فلاجيلا. الميكزون بروتوزوا بشكل عام اللايف سايكل بتاعتها بيكون ادلت ادلت فيش، بتكون انفكتد باي اكتينوسبوريان بلازموديوم ديفلوبمنت بيجينز. هنا بيكون عندها
المهم يعني التفاصيل بتاعت الجزء ده مش مهم قوي، تمام. دي اللايف سايكل، ناخد بعد كده المايكروسبوريديا. المايكروسبوريديا اهم حاجه، كولوجيا، كولوجيا سبيسيز، كولوجيا سبيسيز ديت اوبلوجاتري انترا سيلولر باراسايت دايركت لايف سايكل ريبليكيشن ويز سبورز برودكشن، اللي هو شيزوجني. السبور برودكشن ده يا جماعه هي مايكروسبوريديا، مايكروسبوريديا سبوريديا السبورز، اللي هو هيبقى الريبليكيشن بالسبور برودكشن، كيس مليان عدد كبير من السبورز فنسميه شيزوجني. Produce a cyst, tumor like mass in internal organs. These cysts contain many microscopic spores of the Glogia species, which are approximately 7.5 micrometer long by 3.5 micrometer wide. يعني صغيرة جدا في الحجم دي السبورز، لكن أهم حاجة عندها إن هي intracellular وبلوجاتر دايركت لايف سايكل و طيب الكوكسيديان باراسايت. الكوكسيديان باراسايتس ديت بتكون اوبلوجاتري انترا سيلولار باراسايتس، وتكون دايركت لايف سايكل برودكشن اوكيرز ان ذا انترنال اورجانز موستلي الانتستين. طيب التريتمنت بشكل عام للفريش ووتر فيش باراسايت تريتمنت، لو كانت اكسترنال باراسايت زي الايك الاكسفسيريس مالتيفلاس اللي احنا قلناه، او الترايكوداينا او الاكتوبودا او تترا هايمينا ديت، هنعمل ايه؟ هنعمل سولت وفورمالين ومالاكايت جرين واذر كوميرشال برودكتس، ونغير نعمل انكريمنت للتمبريتشر، نقلل درجه الحراره. طيب الجيل فلوكس، لو نفتكر بقى الجيل فلوكس اللي هي المونوجينيان والدايجينيان فلوكس اللي كان خدناها في التريماتود والسكين فلوكس ديت، هنستخدم الكبر النحاس والمالاكايت جرين والفورمالين والازرز. طب الاكسترنال بروتوزوا، اكسترنال بروتوزوا او الفلوكس هنستخدمها من مالاكات جرين والفورمالين واذرز. الفيلفت اللي هي الدينوفلاجيليتس او الجولدن داست ديزيز اللي افكت على الفيش ده، هنعمل انتي باراسايت ميديكيشن والسولت والكبر، ونعمل انكريمنت للتمبريشر نقلل درجه الحراره. الفيش لايس والجيل ماجوتس، الفيش لايس اللي احنا قلناها اللي هو الارجولاس والارجاسولاس والحاجات اللي احنا خدناها في المنطقه ديت، هنقول العلاج بتاعهم بيكون فورمالين وبوتاسيوم برمنجانيت وميتروفينيت واذر كوميرشال برودكت. والانكور وورمز اللي هي الليرنياسيز هنستخدم معاها اورجانوفوسفورس والمانوال ريموفال، لو كان عندي سمك مثلا بربيه في الاكواريوم في حوض سمك صغير ولا حاجه، زنداب with antiseptic drug. larval stage of diagenetic fluke parasite ديت بنستخدم organophosphate other commercial products. طب لو عندنا internal parasite بقى، internal parasite داخل الجسم زي الهكساميتا والسبايرو نيوكلياس ديت بستخدم مترنيدازول والاذر كوميرشال برودكتس. لو هو بلاد بارازايت اف فلوك زي السانجويني كولا، لو تفتكر السانجويني كولا دي كان بلاد بارازايت، نستخدم برازي كوانتيل واذر ديفيكالت اذرز ديفيكالت تو تريت، يعني هي اصلا صعب ان انا اعالجها. طيب النيماتود زي الانيساكس والكابيلاريا والسباينيتيكتس والاشياء اللي احنا اتكلمنا عليها كنيماتود، بستخدم الابروبيت انسلمنتك دراج اليمينيت انترميديت هوست ريموف ديد فيش واستخدم البرازين. السبايني هيدد وورم اللي هي الاكانسوفالان ابروبيت انسلمنتك، والتاب وورم بستخدم برازو كوانتيل، والدايجينيتك فلوكس دايجينيتك فلوكس بستخدم بتبقى ديفيكالت تو تريت بستخدم البرازي كوانتيل. طيب الكيميكال تريتمنت، طريقه الابلكيشن بتاعها بالنسبه للاسماك، طبعا عندي لما اقول لك اكس هنا انديكيت ذا كيميكال شودنت بي يوزد فور ذيس تايب اوف تريتمنت، يعني انا لما اقول لك الكبر سلفيت لا نستخدمه لا دب تغطيس ولا شورت تيرم باس، يعني شورت تيرم باس السمك همرره من حوض في حوض في النص السمك هيمر فيه هيكون شورت باس. طيب لما نجي على حاجه زي الكبر سلفيت، الكبر سلفيت لا تغطيس ولا شورت تيرم باس، لكن برلونج اندفنايت immersion total alkalinity
100 up to 2.5 milligram per liter. Don't use if total alkalinity less than 50 milligram per liter. البوتاسيوم برمنجانات بستخدمه في الشورت تيرم بس 2 مللجرام لكل لتر. الفورمالين بستخدمه في الشورت تيرم بس نفس الكلام بتركيز معين. السولت لو 3% ديوريشن از سبيشيز ديبندنت، يعني 3 ممكن بعض السبيشيز استخدمه لمده يوم، بعض السبيشيز استخدمه لمده يومين او ساعه او ساعتين الى اخره على حسب نوع السبيشيز بتاعت الافكتد ورم. ال 1% فور 30 مينت to 1 hour species dependent نفس الكلام. خلاص بورلينجد اميرشن هنا بيكون 0.2 0.02%. فهنا السالينتي الاستخدام الملوحه في الميه ممكن يساعدني على علاج بعض الاكسترنال باراسايت. الفود سيفتي اند فيش باراسايتس، ناخد بالنا يا جماعه، don't eat raw، ما تاكلش سمك ني، improper salted، متملح مش بشكل جيد، improper smoked or undercooked fishes. السولتنج عشان يبقى جيد بستخدم من 8 لـ 9% salt concentration من 5 لـ 6 weeks or 4.3 salt concentration لمدة 7 أسابيع. usually salting could kill surface cyst وميتاسيركاريا but couldn't penetrate deeply in muscles. طب السموكينج بستخدم درجة، بستخدمه على درجة 60 لمدة دقيقة أو 140 فهرنهايت. usually smoking at this temperature couldn't kill parasite larvae أو cyst. الفريزنج عند ناقص 20 درجة لمدة 7 أيام أو ناقص 35 لمدة 15 ساعة is sufficient to kill most parasite internal and external. طب الهيتنج، الأويل كوكينج is enough الأويل كوكينج is enough to kill parasite cyst ميتاسيركاريا but surface heat cooking is not enough. irradiation اللي هو الإشعاع، irradiation is effective for elimination of most ميتاسيركاريا cyst at dose of 0.15 كيلو جي في. تمام، شكرا يا شباب وجزاكم الله كل خير. واهم حاجه في محاضره الاسماك ديت ان احنا نذاكر بعدها على طول السكشنين بتوع السمك. السكشنين بتوع السمك هنذاكرهم معاهم عشان نلم الموضوع كله مع بعض ان شاء الله.